احنا جايين من الاتحاد، بنمثل الاتحاد الفلسطيني للتجديد والشراء. بنشارك في اول بطوله على مستوى قطاع غزه، بطوله التجديف صالات الارجوميتر، وهي بتصير لاول مره في قطاع غزه. مشاركه النوادي اللي هو نادي غزه الرياضي، نادي شامبيونز، ونادي الصداقه، وجمعيه الشبان المسيحيه، ونادي وشباب رفح، نادي شباب رفح، ونادي دير البلح. وتحت هذا كله تحت اشراف اتحاد التجديف والشراء، وتحت رعايه بنك فلسطين. الجهاز هذا جهاز أرجوميتر، جهاز تجديف صلاة، بصير أول مرة في قطاع غزة وفي الصلاة. هذا الجهاز ليس بديل للتجديف في البحر، هذا جهاز له رياضاته وله بطولاته، وبتصير على كل مستوى، على كل مستوى العالم ومستوى قطاع غزة. احنا البطوله هذه بشارك فيها 25 جادف، في منهم تقريبا اكثر من 15 رجال وناشئين، بيجي خمسه واربع فتيات جادفات. رجال 1500 متر، الناشئين 500 والنساء والفتيات 500. تم الإعلان عن دورة تجديف الأرجوميتر، التعرف على جهاز الأرجوميتر، وفي نادي تشامبيونز، وتوجهنا للنادي، توجهنا عن طريق الاتحاد على مقر النادي وأخذنا الدورة، وتم اختيار الناجحين ونكون ضمن لجنة المدربين على مستوى قطاع غزة. التجديف بده قوة عضلية، بده تركيز. التكنيك انك تحافظ على ثباتك، وانه تاخذ الجدف صح، يعني انه التجديف يكون صح. طبعا احنا بنشجع كل صبايا فلسطين انه تنضم لاتحاد الشراء والتجديف، وانه باب الاتحاد دائما مفتوح لهم لممارسه هيك رياضه.